عدم تعرضها كشافة على دبي العالمية ونخيل، ومن ثم الآن انعكاس للاتجاه وعودة للتراجع، ما رأيك؟ طبعا سوق الكويت الأوراق المالية بالأمس لم يأخذ حاصلة من الهبوط كما يفترض، لأن هناك 25% من الشركات، أي 50 شركة، ليس عليها أوامر شراء، فبالتالي لا تنخفض لأن ما في عمليات شراء حتى يبيع المتداولون على الشارين. فاليوم طبعا يعني أخذ السوق حقه من وجهة نظرنا، لكن الارتداد الإيجابي نتوقع أن يكون غدا أو بأقصى تقدير يوم الأحد المقبل، وهذا شيء طبيعي. لكن يعني ارتداد يعني أو تحرك إيجابي باللون الأخضر لا يدعو إلى يعني الفرح، اللي نقول هو مجرد حركة فنية لا أكثر، لأن مشكلة الكويت ليست إقليمية متعلقة في دبي ولا عالمية بأزمة الائتمان العقاري في أمريكا، هي أزمة محلية بالدرجة الأولى. الموضوع المحلي أستاذ ناصر، ما في تطورات جديدة؟ يعني الموضوع السياسي ألم يصبح محسوما أو مخصوما ديسكاونتد يعني بالأسعار الحالية للأسهم؟ وحتى مشاكل شركات الاستثمار يعني مفروض أن تكون قد خصمت حتى الآن بالأسعار، بالتالي هل تبرر المزيد من الانخفاض إذا كنت تحصرها بعوامل داخلية تؤثر على السوق؟ نعم، يعني هناك أيضا أمور يعني سلبية لا زالت وربما تؤثر على السوق، لأن يعني صح معظم المشاكل ظهرت وانكشفت، معظمها وليس جميعها، لكن لم يكن هناك أي حل. يعني هناك شركات يجب أن تفلس ولم يتخذ إجراء بإفلاسها فهي معلقة، هناك شركات ورقية ووهمية تتداول في البورصة لم يتم تحويلها للسوق الموازي أو إيقافها بشكل نهائي، فهذه كلها عوامل تدعم عدم الثقة في سوق الكويت الأوراق المالية. أيضا المحفظة الوطنية اللي يعني البعض يعني يراها يعني إيجابية، نحن نرفضها من البداية لأن هذا التدخل بالسوق من قبل الصندوق السيادي الكويتي. أنت ترفض التدخل بالسوق طبعًا لدعم الأسعار؟ طبعا نعم نعم، لأن يعني أول شيء هذا التدخل لعرقلة آلية العرض والطلب، ثاني شيء أنها يعني لها طاقة معينة وراح تنتهي، المشكلة موجودة، فتؤخر عملية انكشاف المشاكل وبالتالي تؤخر كثيرا جدا معالجتها، فهي تغطي لأجل محدود لا نعلم ما هو مدى ظهور المشاكل حتى يمكن حلها. طبعا في أيضا نعم، بس لنعود إلى الموضوع الأوسع اللي هو موضوع المنطقة، الكثير من الصحف العالمية بالطبع كان موضوعها الرئيسي موضوع دبي بالأيام الماضية، الآن تحول الموضوع إلى ليس فقط دبي بل موضوع التأثير من ما جرى بدبي على أسواق المنطقة الأخرى، التأثير لناحية الشهية على أخذ المخاطر من قبل البنوك الأجنبية، الاتجاه الإقراض، إقراض الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأنها ستكون صارمة أكثر بالإقراض، هل تعتقد أنه الأجنبي يفرق بين سوق وأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، أم لا شك أنه سيكون هناك تداعيات من موضوع ما جرى في دبي على أسواق أخرى في المنطقة، أم تفصل بينها؟ ما رأيك؟ طبعا في البداية المستثمر الأجنبي لا يفرق إطلاقا، يعني لمدة يعني أسابيع لكن قليلة جدا، لكن بعد مرور يعني شهر نعتقد أن المستثمر الأجنبي ينظر لكل سوق على حدة وبمعطياته الذاتيه. طبعا اللي حصل في دبي يعني نتمنى ان يعني تكون يعني سلبياته باقل قدر ممكن، لكن يعني مثل ما شفنا في بورصه القاهره انخفضت في يوم الازمه 7% وارتفعت امس 3%، سوق قطر اول يعني امس انخفض 8% اليوم ارتفع 4%، فيعني هذه ارتدادات فنيه طبيعيه متوقعه، ومثل ما توقعنا يمكن ان شاء الله السوق الكويت الاسبوع المقبل يكون اداء ايجابي لكن ربما بشكل مؤقت. الشركات اليوم سارعت لان تقول انه ليس لدينا انكشاف على دبي العالميه او نخيل، هل تعتقد انه هناك شركات مع ذلك متاثره ليس فقط من جراء انكشافها على نخيل ودبي العالميه فقط بل يعني على قطاعات اخرى قد تكون تتاثر من جراء ذلك؟
طبعا يعني كل السوق متأثر نفسيا، لكن هناك تقريبا 5 إلى 6 شركات متأثرة بشكل مباشر، ولكن ليس بدبي العالمية ونخيل تحديدا، لكن بالاستثمار العقاري في دبي. فالآن الأزمة محصورة يعني كما هو معلن وسائل الإعلام في دبي العالمية ونخيل. طبعا إذا امتدت لشركات أخرى ولقطاعات أخرى بشكل كبير في إمارة دبي سينعكس على مجموعة من الشركات وعددها محدود في الكويت، لكن يعني العامل النفسي هو الحاسم في الأجل القصير. شكرا على مشاركتك معنا سيد ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، أهلا وسهلا بك. مشاهدين